الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريد. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بلا شك أننا الملتقى محور الأساس هو تحولات وجمالية الشكل الروائي، وسنحاول أن نبقى متسقين في الانتباه إلى هذا الإشكال الذي يخترق كل الكتابات الإبداعية، ومنه يمكن تلمس مدى قدرة الكاتب على تحقيق نوع من التحرر من الهواجس الذاتية. في ضوء هذا التحليل الأولي لعلاقة الكتابة الإبداعية بالمنشآت الثقافية الخاصة بالكاتب، يمكن تدخل الأدب بشكل كلي من روائح الإيديولوجيات والأفكار السائدة في عصر وزمان الكاتب. ألا تكون المرجعية الثقافية للكاتب مناسبة للتعليق للتعرف على العالم الحقيقي الذي منه استمد مشكلاته وقضاياه التي حولها إلى النصوص الإبداعية؟ النقد الأدبي الذي يبحث في هذا المجال ألا يكون بصدد تأسيس لنوع من الأنثروبولوجيا الثقافية للنصوص الإبداعية؟ أي أنه يلمم العناصر الخلفية ليعيد تشكيلها من أجل وضع خطاطة لنقد أنثروبولوجي أو النقد الثقافي. إذن هذا هو التأطير النظري الذي نراه أقترحه على السادة المشاركين في هذه المائدة أو الطاولة المستديرة التي ستحاول أن تعمق النقاش حول الرواية العربية والخصوصية الثقافية. إذن هو إشكال حقيقة الرواية والخصوصية الثقافية، الإشكال الأول الذي نريد من الأساس الخوض فيه يرتبط بتفكيك المحور ومساعدة المفاهيم المؤسسة لمعماره. أولاً نطل على مفهوم الرواية الجديدة باعتبارها مدخلاً أساس للملتقى، ثم نعالج على المفاهيم الأساس في محور هذه الطاولة المستديرة الرواية الخصوصية الثقافية. إذن هل يمكن اعتبار تصنيف إلى رواية جديدة مسلمة أصبحت واقعاً في المجاز الروائي العربي في نظركم؟ إذن أبدأ بهذا السؤال، هل يمكن اعتبار تصنيف إلى رواية جديدة مسلمة أصبحت واقعة في المجلد الروائي العربي؟ ثم نتحدث من خلال هذا السؤال عن خصوصيات الرواية الجديدة وعلاقة الرواية الجديدة بالتحولات الثقافية التي يعرفها العالم العربي. إذن دكتور يعني أبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدءا ببدء كنشكروا جريدة الأصوات على المواكبة ديال هذه الأحداث وحضور ديالها اليوم. معكم نور الدين فرح، فنان ومنشد مدينة خنيفرة، مستقر بمدينة طنجة. الحمد لله اليوم تم الحضور ديالي بالمشاركة في مسابقة العالمية ديال الفن والإنشاد والمديح والسماع هنا في المغرب. المسابقة عبارة على مسابقة عالمية نظمتها الشارقة اللي في الإمارات، بزاف ديال الدول العربية منهم مصر والسعودية والجزائر والمغرب، والحمد لله كان هذه الدورة ديالها 11، والحمد لله الدورة العاشرة كانت مغربي هو اللي تأهل بهذه المناسبة ودا إن شاء الله اللقب. ونتمنى إن شاء الله أننا عاوتاني نمثلوا المغرب أحسن تمثيل وندوا المرة الثانية إن شاء الله ونهزوا الراية المغربية. شكرا جدا. الدكتورة ضياء الكعبي، أستاذة جامعية بجامعة البحرين وناقدة. طبعا هذه هي مشاركتي الأولى في ملتقى الشارقة 15 للسرد، وهو ملتقى تأسس من خلال سنوات عدة وأسس بالفعل للنقد العربي الحديث من خلال
أرضية ملتقيات نقدية ومن خلال جمع لمجموعة كبيرة من النقاد والروائيين والروائيات على مستوى الوطن العربي. وأنا دائما كنت أتابع هذا الملتقى عبر سنوات، فبالفعل الجهود تظهر من خلال كتب، تظهر أيضا من خلال شراكات تتم بين هؤلاء النقاد. الملتقى يعني في هذه الأيام ينعقد حول موضوع مهم جدا، وهو الرواية العربية الجديدة التي تثير إشكاليات عدة. هناك عدة أسئلة متعلقة بالأنا والآخر، متعلقة بالخصوصية الثقافية، متعلقة أيضا بماذا يقصد بالرواية العربية الجديدة، متعلقة أيضا هل لدينا خصوصية تختلف عن التلقي فقط للنقد الغربي. فأثيرت يعني من خلال اليوم الجلسة الافتتاحية والحلقة النقاشية أسئلة بالفعل هي إشكاليات كبرى تحاول أن تدرس بعض النتاج الروائي الذي ظهر في المشرق أو حتى أيضا في المغرب، تبحث عن هذه الأسئلة. أيضا طبعا اطلعت على جدول الجلسات، هي بالفعل استقطبت نقاد وناقدين، وبعض الأوراق على درجة عالية من الأهمية. فلذلك طبعا مثل هذه الملتقيات أنا من وجهة نظري مهمة، لأنها تؤسس للشراكات نقدية كبرى. ومن الأمور التي أراها أيضا من خلال النقاشات السعي أيضا إلى أن تكون الرواية العربية ليست فقط عربية محدودة، وإنما الكلام هنا عن الرواية الكونية، وهذه أسئلة كبرى أنا أتمنى بالفعل أن نصل إليها. طبعا أنا أشكر إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الدعوة، وأشكر أيضا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي بالفعل حول إمارة الشارقة إلى إمارة ثقافية من الدرجة الأولى، وقام بالتأسيس واهتم شخصيا بأن يكون هذا الملتقى السنة الماضية وهذه السنة خارج عن دولة الإمارات وخارج الشارقة، وذلك كي يلتقوا يعني لا نناقش أنفسنا وإنما نخرج أيضا للالتقاء بعناصر أخرى سواء في الوطن العربي أو حتى المستعربين والمستشرقين. لفت انتباهي بالفعل أن هذه الندوة ليست فقط ندوة عربية محدودة، هي ندوة استطاعت استقطاب بعض الأسماء المهمة المشتغلة في النقد الروائي من مستعربين ومستشرقين، أنجز بعضهم ترجمات لروايات عربية إلى لغات مختلفة، وهذه نقطة مهمة. شكرا. خليل الجزاوي، روائي مصري، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. أصدرت 15 رواية أدبية بين القصة والرواية والنقد الأدبي. حصلت على الكثير من الجوائز العربية والمصرية. أعمل مراسلا صحفيا من القاهرة للكثير من المجلات العربية، مثلا كان منها مثلا مجلة دبي الثقافية ومجلة الرافد الإماراتي. أشتغل في الحقل الثقافي والأدبي منذ أكثر من 25 عاما. علاقتي بالشارقة وملتقى الشارقة 15 هذه هي المشاركة الثالثة لي، وأقدم ورقة بحثية عن جماليات الرواية المصرية الحديثة بصفتي كاتبا روائيا وناقدا أدبيا. جماليات الرواية العربية أو الرواية المصرية تحديدا تتكئ على عدة محاور، منها مثلا جماليات الشكل، منها مثلا تقنيات، أو يعني حتى احنا عندنا حتى إشكالية في المصطلح كلمة الرواية الجديدة، هل هي رواية المعاصرة، هل هي رواية الحديثة، هل هي رواية الحالية، أو ما مفهومنا كلمة الرواية الجديدة، هل هي مثلا في حدود 100 سنة أو 50 سنة، يعني مثلا نقدر نقول مثلا من 1950 لحد دلوقتي إحنا لسه في مرحلة الكتابة الجديدة، أو الكتابة المعاصرة هل الأدباء الذين يعيشون مثلا، أو إحنا مثلا عندنا مثلا في القاهرة بنطلق مصطلح جيل، يعني كل 10 سنوات عندنا مثلا جيل من الأدباء، يعني مثلا عندنا جيل الستينيات، عندنا جيل السبعينيات، عندنا جيل الثمانينيات، عندنا جيل التسعينيات، فهل كل 10 سنوات يبقى عندنا أدباء ومعاصرين؟ وكلمة المعاصرة هنا معناها الذين يعيشون
هذه الحياة مثلا. إشكاليات كثيرة جدا، لذلك أنا سعيد بالمشاركة في هذا الملتقى، وسعيد جدا بمشاركتي الأولى وزيارتي الأولى للمغرب الذي أحبه كثيرا شعبا وأدباء، ولي أصدقاء كثيرين جدا من هنا، فتحية لكم وتحية لكل أهل المغرب على هذه الاستضافة وهذه الحفاوة النبيلة والشريفة. شكرا